ايه يا مريم، انت لسه صاحيه من الامتيش؟ الامتحان قدام 4 ساعات يا حبيبتي. انا هي صعبان عليا قوي، معقول كل اللي بيحبوا كده بيتاذوا؟ لا مش وقت حكايات من دي خالص دلوقتي. طب قولي لي انت وحسن عاملين ايه مع بعض؟ ايه يا بنتي الاسئله دي، ده وقته؟ ما هي تبقى مصيبه الصراحه لو اتجوز كله كده. طب اسمعي بقى الكلمتين دول، الناس بتتجوز والشقه اللي جنبيهم فيها ميت. يعني يعني محدش هينفعك، ركزي في امتحاناتك وجيبي مجموع عالي عشان محدش هيقول دي اختها كانت في المستشفى ولا عندها مصيبه، هيقول عليكي فشلتي وخبتي. فيلا قومي نامي ساعتين وهقومك معايا. يلا يا حبيبتي، يلا حبيبتي.